ارجع ورا ارجع ورا من النساء والأطفال المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. إذن هذه اللحظة الفارقة الكبيرة التي العالم الآن في انتظارها لأيام المهل الإنسانية الوصول إليها بتفاصيل ربما ما تم الاتفاق عليه يتم تنفيذها الآن. في روسيا الآن تقول إن هناك حصر لمن هم موجودين الآن بالفعل لدى الفصائل الفلسطينية من محتجزين إسرائيليين ومزدوجي الجنسية لرصد أسمائهم ربما للوصول بعد ذلك إلى أفكار تؤكد أنه بالإمكان إخراج عدد منهم في مقابل هدنة إنسانية وفي مقابل نقلهم للطرف الإسرائيلي. وكما نرى الآن أمامنا على الشاشة هذه سيدة من المحتجزين تقوم الأطقم الطبية المصرية بمساعدتها، سيبقون هنا في هذا المعبر لبعض الوقت وبعدها سيتم تسليمهم للجانب الإسرائيلي. وهذه الخطوة تأتي ربما حفاظا على حياتهم والكشف والفحص الطبي وعدم العودة مرة أخرى إلى الشمال حفاظا على أمنهم وسلامتهم كما قال. هذا أمر ربما يؤشر إلى دعاية إسرائيلية في وقت ربما يذهب فيه العالم إلى مزيد من السلام ومزيد من وقف إراقة الدماء في مدة لن تزيد عن 4 أيام. يتمنى كثير من المراقبين والسياسيين والفاعلين أيضا في عدد من دول العالم أن تمتد هذه المهلة وهذه الهدنة الإنسانية لوقت أطول أو ربما تمتد دون توقف في توقف لآلة الحرب الإسرائيلية. وهذا ما ربما تشي به الأيام المقبلة حين تنجح هذه الجهود جميعها في الوصول إلى تلك الحلول المرجوة.